الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع البسيط إن شاء الله والقصير كذلك الأمر بإذن الله، كيف يمكن لنا أن نستخدم طريقة المربعات الصورة الاعتيادية بإجراء تنبؤات عن، على سبيل المثال، مبيعات، مقدار المبيعات. طبعا باستخدام الآن هنا برنامج الإكسل، مايكروسوفت إكسل. فعلى سبيل المثال لدينا الآن كمية المبيعات خلال فترة 24، يعني خلال 24 فترة زمنية، كأن نقول شهريا أو أسبوعيا أو ربعيا، لاحظوني، فلدينا 24 فترة زمنية، هناك 24 فترة زمنية، وكمية المبيعات بالوحدات هنا 5 ملايين، 5000، 5 أطنان، مهما كانت الوحدات الآن لا تهمنا، بهمنا الآن المبدأ. فلدينا الآن هذه الكميات مقابل الفترات الزمنية، تبدأ بخمسة، سبعة، تسعة وهكذا، وتنتهي بمية وثلاثين مقابل الفترة 24، هنا الفترة الأولى، الثانية، الثالثة وهكذا. الآن سأحتاج إلى أني أتنبأ بكمية المبيعات لفترات زمنية يعني أكثر من 24 شهر أو أطول أو أعلى أو يعني غير موجودة أمامي. فالمؤشرات التي سأحتاجها هو التنبؤات نفسها، ثم مقدار الخطأ في التنبؤ، ثم مقدار الخطأ المطلق. المطلق مقصود فيه ليس هناك إشارة سالبة، يعني نحذف الإشارة السالبة فتصبح كليتها موجبة، ونسبة الخطأ في التنبؤ البرسنتج، يعني مربع الخطأ. ويوستات، هذه قليل من الطلبة يعرفوا هذه الإحصائية، هي يعني تقريبا مشابهة لما يسمى بأقل تباين ممكن، minimum variance. ما الذي سأحتاج الآن كي أقوم بإجراء التنبؤ بواسطة المربعات الصورة الاعتيادية؟ أحتاج إلى نقطة تقاطع اللي هي intercept، المعادلة، معادلة الخط المستقيم، والآن السلوب اللي هو ميل الخط المستقيم. فوضعت هذه الآن التسميات مقدما، وسأحتاج طبعا حتى يعني أتأكد كم دقة التنبؤ الذي سأقوم به. فمتوسط الخطأ، بعدين متوسط الخطأ المطلق، متوسط نسبة الخطأ، متوسط مربع الخطأ، ما يسمى باليوستات كمتوسط لها. فالآن أول خطوة أقوم بها، لاحظوا لي هذه الخانة، هذه الخانة هنا المقابل انترسبت، أتيت إلى هذا المربع وطبعت انترسبت وضغط انتر حتى أثبتها. الآن هي تقوم بمقام الاف 4 بالإكسل اللي بتثبت لي الخانة، لا تتغير هذه الخانة يعني إلا إذا غيرنا قيمتها. فهي الآن الانترسبت، فهي مثبتة أمام N2. والآن أتيت إلى هذه الخانة، ثم أتيت إلى هذا المربع وطبعت سلوب، ضغطت انتر، فالآن لدينا هذه انترسبت وهذه السلوب الآن مثبتات. سأستخدم الانترسبت ثم السلوب هنا بالتنبؤ كي أقوم بالتنبؤات المختلفة هنا، وعلى بركة الله نبدأ. إذا هذه طبعا هنا لاحظوا لي هذه الخانة اسمها N5، هذه الخانة هنا H7. أنا الآن هذه الخانة اسمها intercept، وبالتالي تساوي، الآن أضع enter تساوي enter لهذه الخطوات التي نقوم بها من خلال الاكسل، تساوي انت يعني تساوي intercept، أفتح قوس. من أين سأبدأ intercept؟ أريد أن أتنبأ بواسطة 12 فترة أو الكمية الأولى من الخمسة إلى 51، وضع إياها هنا لاحظوا لي، ثم الآن فاصلة والفترات الزمنية اللي هي الاكس فاليو، يعني كأنما نقول بأن المبيعات هي الواي فاليو والفترة هي الاكس فاليو. أغلق القوس هنا لاحظوا لي وأضغط انتر، فبعطاني الانترسبت اللي هو يعني قيمته، أوسحها شوية، قيمته الآن وأحطها بالمنتصف، قيمته سالب 3.212121 مكررة، يعني خلينا نقول rounded. الآن آتي على الخانة الأسفل منها هنا التي أسميتها وثبتها بأنها هي السلوب، فآتي إلى الخانة هاي وأضع كلمة يعني تساوي، هاي كوماند بالإكسل طبعا، تساوي سلوب
افتح قوس واريد الصلوب لهذه الان الكميات باعتبارها الواي فاليو، ثم فاصله، والان للفتره الزمنيه الفترات اللي هي من 1 12 باعتبارها الاكس فاليو، اغلق القوس واضغط انتر فبطلع عندي الصلوب. اذا لدينا القيمتين الان، الانترسبت اللي هي نقطه التقاطع، والصلوب هذا نضعها من المنتصف اللي هي ميل الخط المستقيم اللي بيمثل لي الان الكميات من 5 الى 51 خلال الفتره من 1 الى 12. ساستخدم هاتين القيمتين الان بالتنبؤ. اتي الان على الخانه الاولى تحت التنبؤ اللي هي C2، واضع الان تساوي الانترسبت، انترسبت اوكي لاحظوا لي، زائد طبعا هنا تساوي الانترسبت زائد السلوب، معادلة خط المستقيم سلوب، لكن السلوب ايش مضروب الان؟ مضروب بهذه الكميه اللي هي الفتره الاولى باعتبارها اكس فاليو. بعد ما نضع الان الفتره نضغط الان انتر بيطلع عندي 1.4487 1 8. خليني اوسعها شويه لان هاي القيمه كامله راوندد لاخر يعني اخر فقرتين اللي قيمتين 95. فالان هذا التنبؤ. الان اتي على هاي المربع البسيط المظلل هنا، اضغط عليه مرتين دبل كليك اليمنى طبعا اليسرى عفوا، فبعطيني البقيه. لاحظوا لي الان هاي التنبؤات التي قام بها. اذا الان خايف انت، خلينا اعملها كلير، هذه بعملها كلير، واتي الان هنا على المربع واسحب عفوا هذا المربع واسحبه للاخير يعطيني نفس القيم التي حسبناها قبل قليل. فاذا هذه الان الكميات التي تنبأنا بها بواسطه اول 12 قيمه، ولكن باستخدام مربع السرعه التيارية سلوب والميل عفوا الانترسبت والسلوب اللي هو نقطه التقاطع والميل هنا. كم مقدار الخطا هلا؟ مقدار الخطا يساوي القيمه الفعليه هذه مطروح منها القيمة المقدرة، هذه القيمة، وأضغط انتر. هذا الخطأ الآن نضعه بالمنتصف ثم نسحب الأخير، هذه الأخير هنا، فأعطانا التنبؤات الخطأ بالتنبؤات. لاحظوا القيم سالب موجب سالب موجب، يعني لو جمعناها يجب أن تكون مساوية للصفر، لأن في عندي سالب موجب سالب موجب. فالآن ليس بالضروره طبعا، لانه هنا عندي الخط المستقيم، ربما يعني لو اريد اني الان ارسم المعادله هنا مع القيم هذه كرسمه بيانيه بعطيني هذه الان مقدار. لاحظوا لي هذا الخط المستقيم اللي هو بيمثل التنبؤ من خلال المعادله، وهذه القيم الاصليه. استطيع الان أن آتي على الخط المستقيم وأغير الفورمات له، خليه باللون الأحمر وأجعله أكثر سماكة حتى يكون واضح. ثم هذا الآن اللي هو القيم الفعلية آتي إلها وأخليها زرقاء اللون، لكن أجعل سمكها أكثر شوي هكذا. لاحظوا لي يعني الآن أستطيع أني أستخدم هذه القيم وأني يعني أحصل على رسمة بيانية إذا أردت أن تخلص من هذه الجريدز بسميها المستطيلات هنا، يعني بيطلع عندي هذه القيمه. وكذلك الامر هنا استطيع تكبر هذا، وهنا بعطيها تايتل معين. الان اتي على مقدار الخطا المطلق هنا، المؤشر هذا، المؤشر هذا يساوي الابسولوت فاليو القيمه المطلقه لا مقدار الخطا. اذا ابسولوت فاليو لاي قيمه الان افتح قوس واضع هنا هذه القيمه D2، اغلق القوس واضع انتر، فبعطاني اياها بدون اشاره. لاحظوا لي هنا سحبتها الاخير حتى اعمل كوبي بيست، فاعطاني كل القيم لكن من دون اشاره سالبه. لاحظوا لي هاي الاشاره السالبه هنا اصبحت موجبه.
هذه سالبة موجبة، هذه سالبة، هذه سالبة، سالبة سالبة، وهكذا كله أصبح موجب. نسبة الخطأ الآن، الخطأ نسبته تساوي الخطأ، تساوي الخطأ، هذه تساوي نسبة الخطأ اللي هو مقدار الخطأ المطلق مقسم على مقدار المبيعات ذاتها على 5. الآن تحضر الآن طلع 71، لكن بحولها إلى برسنتج هنا الآن، برسنتج أوكي، أضعها بالمنتصف وأسحبها للأخير، فأعطاني الآن لاحظوا لي نسبة الخطأ بالقياس. طبعا لاحظوا لي هنا أحبتي أنه عالي، هاي 71% خطأ بالقياس، انخفض إلى 13% ثم ارتفع إلى 20% ثم 300 وهكذا. طبعا يعني في تباين بالخطأ. مربع الخطأ الآن، هذا المربع سواء هذا أو هذا، لأنه عندما تربع أي قيمة بتكون بالحالة هي موجبة القيمة، تساوي الآن تساوي هذه القيمة لكن مرفوعة لقوة تربيع، والآن ربعناها وضعناها بالمنتصف وسحبنا الأخير. الآن هذه الآن مربع الخطأ. اليوستات بكل بساطة أبدأ كما يلي الآن، أطرح هذه القيمة، يعني هنا تساوي، بفتح قوس القيمة بسموها النايب فوركاست، اللي هو يعني أبسط أنواع الفوركاست، اللي هو هذه القيمة مطروح منها القيمة السابقة، ومسك القوس ونرفعها تربيع. فالآن هذا تربيع، إذن 4، لاحظوا لي هنا أضعها بالمنتصف والآن أسحبها للأخير. فالآن هذه الآن الأشياء التي سأحتاجها، لاحظوا لي هنا. إذن الآن هنا المين إيرور اللي هو متوسط الخطأ تساوي هنا هاي الخطأ، لاحظوا لي مقدار الخطأ هنا، أنا أريد الأفرج تبعه، يساوي average، بفتح قوس وأضع كل هذه القيمة، قيم كلياتها، وأغلق القوس، أضغط انتر، طلع عندي بالمتوسط الخطأ 9.5 تقريبا، أو يعني نقول 9.6 بالعشرة إذا ما قربنا، وليس كثيرا. متوسط الخطأ المطلق هنا تساوي average اوكي، نفتح قوس متوسط الخطأ المطلق هنا، هذا الآن اغلق القوس، اضغط انتر، طلع عندي 10 وحدات، لان هنا في عندي اشارات سالبة فقللت متوسط. اذا هنا لاحظوا لي 9.6 بالعشرة، هنا 10.7 بالعشرة. متوسط نسبة الخطأ الآن، هذا أريد متوسط هذه القيم، فتساوي بالحالة هنا تساوي الأفريج، نفتح قوس متوسط هذه الأشياء كلياتها، نغلق القوس، نضغط انتر، بطلع عندي 15% نسبة متوسط نسبة الخطأ. في بعض يعني القياسيين والإحصائيين يقول لك ليست كثيرة 15% خطأ. المين سكوير ايرور هو متوسط مربع الخطأ، مربع الخطأ هذا هو. فإذا كذلك الأمر تساوي الأفريج، أفريج، نفتح قوس والآن أضع كل هذه القيم، أغلق القوس، نضغط انتر، هاي متوسط مربع الخطأ. الآن هذه تحتاج إلى معالجة بسيطة. اليوستات تساوي هنا يعني معادلتها تساوي سكوير روت SQRT، نفتح قوس الآن سكوير روت لا إيه اللي هو sum of the square root of the عفوا sum square error. الآن هاي نجمعها كلياتها، إذا square root of the sum لإيش of sum مجموع هذه الآن اللي هي كل هاي الأشياء الصم، هنا مربع الخطأ، نغلق القوس أوكي،
ومنقسم على sum of the U-stat. هنا sum of the U-stat اللي هي هذه القيم. نقل القوس إلا إذا كان ناقصنا قوس آخر. هنا دعنا نتأكد إن شاء الله ما نحتاجه ونضغط إنتر. أها اعتقادي أنه هاي طلع. فالآن لأنه في ناقصها قوس هنا لاحظوا لي يعني إذا رجعنا هنا نعم فيها قوس ناقصها نقص. فعندما ضغطت الآن وضعت القوس هذه القيمة. يعني هاي الآن كلما قلت هذه القيمة بيكون الخطأ أو التنبؤ دقيق. لاحظوا لي اليوستات بالقيمة المطلقة هنا طبعا فاصلة 57470. لو انها صفر كان تنبؤنا 100%. فكلما ارتفعت كلما ايش يعني قلت دقة التنبؤ. لكن هذه مقبولة الى حد ما على الاقل لما يسمى بالنايف بريدكشن او فوركاست ميثود او طريقة التنبؤ البسيطة جدا. أكون بذلك أحبتي قد انتهيت من هذا المقطع. مهم جدا لطلبة الاقتصاد القياسي وطلبة السلاسل الزمنية على وجه التحديد وخاصة في تخصص إدارة الأعمال. إن شاء الله إلى مقطع لاحق بإذن الله قريب بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.